اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسن عبد الكريم، الأستاذ التربوي، أستاذ التربية في جامعة بيرزيت، وهو أيضا صاحب مبادرة العريضة والتوقيع عليها من قبل أكثر من 50 مدرس ومدرس جامعي وأكاديمي وناشط لدعم مطالب المعلمين. صباح الخير أستاذ حسن. يسعد صباحك أخت ريم، أنت وكافة المستمعين والمشاهدين. تحياتي لك في البداية وأهلا بك معنا. وأنت يعني في أكثر من مرة أجرينا مع حضرتك حوار يتعلق بالتربية والتعليم في البلد، ومن الضليعين في هذا الأمر وفي هذه القضية. يا أستاذ حسن، نحن يعني الآن في نصف الأسبوع الرابع من الإضراب ومن تعطل المسيرة التعليمية. كان لكم مبادرة توقيع عريضة من أجل دعم حقوق المعلمين الذين يعني وحدهم في الميدان يطالبون بحقوقهم، بكرامة المعلم وحفظ وصون هذه الكرامة. أستاذ حسن، يعني بالبداية كيف تعلق على 4 أسابيع بلا تعليم وبلا اكتراث أو اهتمام من أي جهة من أطراف العملية التعليمية أيضا؟ أخت ريم، التوصيف الذي تفضلت به مؤسف ومؤلم حقا. نحن كتربويين يعني عملنا الدائم مع المعلمين في كليات التربية ومعهم عن كثب وندرك همومهم. واسمحي لي بداية أن أتوجه بالتحية الكبيرة لهؤلاء المعلمين الأحرص، كما تفضل ضيفك أو الأستاذ محيسن قبل قليل، الأحرص على طلابنا. هنالك عدم مبالاة واضح ومؤسف جدا في الدول التي تحترم نفسها والحكومات المحترمة. يستقيل رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم وغيره عندما يتعطل الدوام لمدة أسبوع. نحن في الأسبوع الرابع كما تفضلتي، وفي العام الماضي جرى إضراب، وقد خرجنا للتو من أزمة كورونا، ويعني ولكن صدقيني بالرغم من كل ذلك لا أشعر بالقلق مطلقا، لأن التعلم لم يعد منحصرا على الغرفة الصفية. والطالب بإمكانه على جوجل يجد كل المعلومات، ولكن ما ينقص طلبتنا هو قوة الشخصية والعزة والكرامة التي يسطرها المعلمون حاليا. وأنا لا أشعر بالقلق من ضياع أسبوع ولا أسبوعين، ولكن أشعر بضياع أجيال إذا تم تربيتها على أيدي معلمين يعني خانعين وقد مست كرامتهم. وهذا ما يراد. دعينا نسمي الأمور بمسمياتها. معلم ضعيف وطالب ضعيف أسهل للسيطرة من معلم مبدع وقوي. هذه هي الحقيقة. يعني بمعنى آخر، في العام الماضي كنت أحد المبادرين مع مؤسسة القطان ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت ونقابة العاملين والهيئة المستقلة وشخصيات اعتبارية، مؤسسة أفكار التربوية، ثم وتوسعت المبادرة وتم خديعتنا. لا أستطيع أن أقول غير هذه الجملة. تمت المبادرة، تلقفها الاتحاد ووزارة التربية والتعليم والحكومة، لنكتشف أنها استخدمت سلما من أجل إنهاء إضراب 40 يوم في العام الماضي. تم خداعنا من خلال إضافة شرط لا علم لأي منا به بعد أن وقع اتحاد المعلمين والفصائل العمل الوطني ووزارة التربية والتعليم على المبادرة العلنية. تم تمرير اتفاق في الخفاء فيه بند أو شرط تحدث عنه مرارا أمين عام اتحاد المعلمين بأنه إذا توفرت السيولة، وأنا أحد الموقعين على مبادرة العام الماضي ولم نكن نعلم. يعني أنت تقول أستاذ حسن أن شرط في حال توفر السيولة، الذي اسمح لي بس، الذي ناقشني فيه هنا ضيفي من وزارة التربية والتعليم والذي يتحدث به الاتحاد العام للمعلمين، هذا الشرط لم يكن موجود على الاتفاقية الأساسية الرئيسية التي وقع عليها الجميع وتم إضافته لاحقا. وأنا أطالب باعتذار رسمي من الحكومة الفلسطينية ومن اتحاد المعلمين ووزارة التربية على هذه المسرحية والخديعة، وأحذر من أي محاولة التضليل. ما يشاع هنا وهناك بأن الاتحاد موافق على الديمقراطة هو محاولة للنزول على الشجرة. اتحاد المعلمين والحكومة الفلسطينية ووزارة التربية هم الذين وحدوا المعلمين في إضرابهم الحالي، وبالتالي يتحملون المسؤولية. يخرج علينا وزير التربية والتعليم المحترم قبل أيام ليقول تشويش، ليقول المساس التوجيهي ومساس المرحلة الأساسية. أنت من يتحمل مسؤولية كاملة، لأنك
بهذا الشرط وبإدارة الظهر للمعلمين طوال العام الماضي، ماذا فعلت الوزارة واتحاد المعلمين ما بين شهر 8 الماضي المنصرم في العام الماضي 22 وإعلان الإضراب؟ ماذا فعلوا؟ لقد اختفوا وراء الشرط الذي لم نعلم. هنالك أزمة ثقة يا أخت ريم، أزمة ثقة شديدة جدا. هي أزمة ثقة. وتم خداعنا والمراوغة، ويحاولون حاليا العودة إلى نفس المربع، وبالتالي أنا أحيي كافة المعلمين في المدارس الحكومية، وهم سيعودون غدا إلى المدارس في حال توفر شرطين، وهذا لسان حالهم. أنا شاركت في اعتصام يوم الاثنين الماضي، ووجدت جيش من المعلمين الواعين الأحرص على طلبتهم المتفانين في عملهم، وهم أكثر الناس حرصا على الطلبة. بعودوا بشرطين، ال 15% لا يكلف شيء، لا تكلف الحل، لا يكلف شاكل واحد في المرحلة الحالية، مش في قصقصة أموال من الاحتلال وما إلى ذلك. فبالتالي إدراج ال 15% على قسيمة الراتب، والعمل على انتخابات لجسم تمثيلي للمعلمين يمثلهم تمثيلا حقيقيا خلال شهر، يمكن إجراء ذلك دون أن تخسر الحكومة الفلسطينية شاكل واحد. نحن أمام أزمة ثقة، يجب أن نعيد هذه الثقة إذا أردنا إصلاح الأجيال. أنا أنظر من منظور أن التعليم في هذا الوطن هو أداة للتحرر وأداة لبناء الوطن، في حين أن البعض، يبدو أن البعض معني بسياسة التجهيل وإهانة كرامة المعلمين. وبدون حل هذه المشكلة سنعود بعد أشهر أو في العام القادم أو بعد عامين لنفس الدوامة. منذ حراك المعلمين الكبير في 2016 لغاية اليوم، المعلمون أقل، يعني هم أكثر تفانيا ولكن أقل ثقة بالمسؤولين، بالحكومة، بوزارة التربية. هذا ما يضيع الأجيال، وليس إضراب شهر أو شهرين. نحن بحاجة إلى، وبالمناسبة سيعود المعلمون بعد أسبوع أو أسبوعين على الدوام وبطريقة مشروخة مع احترام الشديد. ما المقصود؟ ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك في ظل عدم وجود تمثيل حقيقي للمعلمين، سوف يتم الاتفاق ويقول قسم كبير من المعلمين هذا لا يمثلنا، لأن اتحاد المعلمين أثبت على مر التاريخ على أقل ما بعد أزمة 2016 أنه لا يمثل المعلمين. اتحاد المعلمين جزء أصيل من الحكومة، وأنا أستغرب بصراحة أمين عام اتحاد المعلمين منذ 8 سنوات وهو يتربع في منصبه. ما يعني إحنا أمام حكم ملكي بصراحة. أضعف الإيمان أن يستقيل أمين عام اتحاد المعلمين، يصار إلى انتخابات جديدة، يشعر المعلمين أنهم في تنص المبادرة على وجود جسم تمثيلي للمعلمين الحكوميين، فرع في الضفة الغربية وفرع في غزة. وللعلم أخت ريم، اتحاد الوكالة، نقابة العاملين في المدارس الخاصة، نقابة اتحادات الجامعات الفلسطينية بكافة أنواعها منضوية تحت اتحاد المعلمين الذي هو جزء من منظمة التحرير. يجب أن لا نتلاعب بالكلمات، ومن يريد جسم تمثيلي لا يخرج عن منظمة التحرير ونهجها وأصولها وما إلى ذلك. المعلمون ضاقوا ذرعا بالخديعة والمراوغة ولن يعودوا، وأتمنى عليهم جميعا وهم يسمعونني أن لا يعودوا إلا بكرامة وبرأس مرفوع بعد أن يحققوا مطالبهم، لأنه بالنسبة لي كرامة المعلمين هي كرامة الوطن ولا شيء آخر. أكيد. وأنت اليوم تتحدث باسم مجموعة كبيرة من التربويين والأكاديميين وأساتذة الجامعة، هذه العريضة يعني ضمت أكثر من 50 اسم، جميعها تتفق على ما تحدثت فيه. الحقيقة أن الأسماء أكثر من ذلك بكثير، ولكن قبل أيام توقف التوقيع، بادرت إليها أنا ومجموعة من التربويين من كافة الجامعات الفلسطينية. واسمحي لي أخت ريم هنا بهمسة عتاب ولوم لكافة الزملاء في كليات التربية. أنا لا أعلم ماذا نعلم طلابنا الحاليين الذين يصبحون، ألا تعتبر كليات التربية هي المكان الذي نعد فيه المعلمين؟ ماذا نعلم طلابنا، معلمي المستقبل؟ نحن نعمل مع المعلمين، بالتالي أنا طبيعة عملي الشخصية مع معلمي المدارس الفلسطينية المستقبليين وبالمناسبة الحاليين في تطورهم المهني. فبالتالي أين هم التربويين في كافة الجامعات الفلسطينية؟ إذا لم تكن هذا الإضراب وهذا الحدث
هو ما يجب أن يدعونا للوقوف مع المعلمين والدفاع عنهم ومساندتهم. إذا ماذا نفعل في الجامعات نحن؟ ما هو دورنا؟ بصراحة هنالك علامة استفهام كبيرة، لا أدري ما هو سر صمتهم وسكوتهم. يعني بالتالي يجب أن نكون جريئين في مساندة المعلمين والوقوف معهم ودعمهم في تمثيل حقيقي وجسم نقابي. كمان مرة أختريم أرجو أن أؤكد أن الحل لا يكلف أي شكل واحد. نحن نريد ثقة بين المعلمين وبين المسؤولين عنهم. اكتراث على الأقل، يعني أن يكون هناك أي شيء يدل على اكتراث الحكومة، توجيه كلمة للمعلم، توجيه كلمة من أجل يعني تعزيز الثقة بين جميع الأطراف. أين هذه الثقة عندما تدفع أجور المراقبة الثانوية العامة قبل أيام؟ المبالغ التي يعني اسمح لي تم صرفها قبل أيام؟ نعم قبل أيام، وهي عن امتحان التوجيه السنة الماضية. امتحان التوجيه السنة الماضية، يعني بصراحة لما واحد بيدفع لك تكاليف، كل طالب يدفع 120 شيكل في 80,000 طالب، مستعب على أي واحد فينا يحسبها. فما بعرف لماذا لا تدفع بعد أسابيع أو بعد شهر على الأقل. بصراحة المعلمون جسم واعي حريص منتمي لهذا الوطن، منتمي للمهنة، وهنالك بحاجة من يمثلهم تمثيل حقيقي، وهم الأكثر حرصا على طلبتهم، وأنا أحييهم وأشد على أيديهم، ولا أشعر كتربوي بأي نوع من القلق من تعطل المدارس لأيام. وأطالب المجتمع وأولياء الأمور وكذلك التربويين في كافة الجامعات الفلسطينية وكل من يعنيه الأمر أن يساند المعلمين ويقف جانبهم. واسمحي لي أختريم أن أوجه لشخصك الكريم تحية خاصة، لأنك دوما لا تخشين في الله لومة لائم وتقولين كلمة الحق. وجبنا، أكيد وجبنا ذلك يا أستاذ حسن، وأشكرك أيضا اليوم على هذه المبادرة وعلى فعليا اهتمام أساتذة الجامعات والأكاديميين بقضية إضراب المعلمين. وكما قلت، هذا يجب أن يندرج على بقية التربويين وأساتذة التربية في كل الجامعات الفلسطينية. أشكرك على هذه الكلمات، شكرا جزيلا لك أستاذ التربية في جامعة بيرزيت الأستاذ حسن عبد الكريم، تحياتي.